السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الثانوي، نكمل مع بعض تصنيف الأحماض والقواعد. خدنا في المرة اللي فاتت تصنيف الأحماض، نتكلم النهاردة عن تصنيف القواعد. نفكرك بس بالقواعد، القواعد اللي هي قلنا في آخرها او اتش، وطبعا مش كل مركب فيه او اتش هيبقى قاعدة زي ما نشوف دلوقتي. في مركبات ما فيهاش او اتش خالص وهي قواعد زي النشادر، واتكلمنا عن القصة دي. القواعد بنقول احيانا قاعده وبنقول احيانا قلوي، زي ما برضه بينا في فيديو سابق. القاعده والقلوي ايه الفرق بينهم؟ القاعده لما بتدوب في الميه نسميها ايه؟ قلوي. لما بتدوبش نقول عليها برضه قاعده. يعني كل القلويات قواعد، بس مش كل القواعد ايه؟ قلويات. ده كلام اتكلمنا عنه قبل كده. النهارده هنتكلم عن تصنيف القواعد، بس لما نيجي نصنف القواعد هنصنف هنا بقى بطريقتين، مش زي الاحماض صنفناها بثلاث طرق. مرة نصنفها حسب قوتها، ومرة نصنفها حسب تركيبها. زي ما احنا قلنا هتكتشف مش كل اللي فيه، مش كل مركب ما فيهوش او اتش ما بقاش قاعدة، لا، في مركبات ما فيهاش او اتش بس هي ايه؟ قواعد. تصنيف القواعد حسب قوتها او حسب درجة تأيينها. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات مباشرة عن كلمة درجة التأيين. درجة التأيين ان في مركبات كلها بتتحول لأيونات موجبة وأيونات سالبة لما دوبها في المية، وفي مركبات لما دوبها جزء منها فقط اللي بيتحول لأيونات موجبة وأيونات سالبة، والجزء الباقي بيدوب بس على هيئة جزيئات. المركبات اللي كلها بتتأين تتحول لأيونات نقول عليها مركبات تامة التأين، والمركبات اللي جزء منها فقط بيتأين ويتحول لأيونات والباقي بيفضل جزيئات نقول عليه غير تام التأين. عشان كده لقوا ان القواعد في جزء منها لما ندوبه في الميه يبقى تام التأين، وفي جزء منها لما ندوبه في الميه يبقى غير تام التأين. فراحوا مقسمين القواعد الى قسمين، قواعد سموها قواعد قويه، وقواعد سموها قواعد ضعيفه، عامله بالظبط زي كلمه احماض قويه واحماض ضعيفه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ القاعدة القوية عاملة زي الحمض القوي، بتبقى تامة التأين، يعني بتتأين بنسبة 100%، ولما تتأين أكيد محاليلها هيتوصل التيار الكهربي، هتبقى إلكتروليتات، وطالما هي تامة التأين هتبقى إلكتروليتات قوية زي ما اتفقنا. يبقى الأحماض القواعد القوية زي الأحماض القوية، تامة التأين وإلكتروليتات قوية. القواعد القوية زي إيه؟ لازم أعرف الأمثلة دي، وما عدا ذلك هعتبره قاعدة ضعيفة. زي مين؟ هيدروكسيد البوتاسيوم KOH، وهيدروكسيد الصوديوم، وهيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الباريوم. دول الأربعة كويس جدا إنك أنت تعرفهم، وما عدا ذلك أنت هتعرف كده تبقى قاعدة إيه؟ ضعيفة. القواعد الضعيفة عكس الكلام، هتبقى غير تامة التأين. يعني أنا لما أجيب NaOH وأروح مدوبها في المية هتتحول كلها الى ايونات موجبه وايونات سالبه، كلها نقول عليها دي تامه التأين. عشان كده خدنا ال NaOH دي وقلنا دي قاعده ايه؟ قويه. لكن لما اجيب مركب تاني زي هيدروكسيد الامونيوم او ماء النشادر زي ما بيسموه وادوبه في الميه، جزء منه هيتحول لايونات امونيوم موجبه وايونات هيدروكسيل سالبه، وجزء باقي اللي هو الجزء الاعظم الاكثر هيبقى عباره عن جزيئات دايبه على هيئة جزيئات لكن مش متحولة لأيونات، يعني هيبقى المحلول فيه شوية أيونات قليلين وشوية جزيئات كتار، عشان كده ده يسموه ده غير تام التأين. أما المركب اللي هو تام التأين زي أي حد من الأربعة دول، هيبقى المحلول بتاعها كله أيونات، ده مش هيبقى موجود لأن بيبقى كله اتحول لأيونات، هتبقى دي غير تامة التأين، وبالتالي هتبقى إلكتروليت ضعيف. زي مين؟ اي استثني من اي دول هيبقى بالنسبه لك قاعده ضعيفه، زي هيدروكسيد الامونيوم المثال الشهير، او اسمه ماء النشادر او محلول النشادر او محلول الامونيا زي ما تقول. ده بالنسبه لتقسيم او تصنيف القواعد حسب قوتها او درجه تأيينها. التصنيف الثاني حسب تركيبها الجزيئي. لو انت سمعتني من البدايه بقول ان القواعد اللي هي فيها او اتش، بس رجعت وقلت لك لا، في مركبات تانية ما فيهاش او اتش بس هي قواعد. طب ايه العبرة؟ قال لي العبرة المادة، لو انا جبت لها حمض، المادة اللي انا ما اعرفش اذا كانت قاعدة ولا مش قاعدة، جبت لها حمض وفعلتها معاه واديتنا ملح واديتنا مية،
على طول هتبقى دي قاعدة حتى لو ما فيهاش أصلا في تركيبها إيه؟ أو اتش. يبقى بالنسبة لي أنا هنا القاعدة مش اللي فيه أو اتش، لا القاعدة اللي هي هتتفاعل مع الحمض وتدي ملح ومية، يعني تعمل تفاعل اسمه تفاعل التعادل. لما عملوا الكلام ده والتفاعلات دي لقوا الآتي، لقوا إن أكاسيد الفلزات قواعد، ولقوا هيدروكسيد الفلز أو الفلزات قواعد، ولقوا كربونات الفلز قواعد، ولقوا بيكربونات الفلز قواعد. ايه اكسيد الفلز ده؟ قال لي فلز زي الصوديوم مرتبط باكسجين، مرتبط باكسجين Na2O. فلز زي الكالسيوم مرتبط باكسجين. فلز زي المغنيسيوم مرتبط باكسجين. اكسيد الصوديوم، اكسيد الكالسيوم، اكسيد البوتاسيوم، اكسيد المغنيسيوم، اكسيد الحديد، اكسيد 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 اكاسيد الفلزات دهياتي قواعد. ليه يا عم دي ما فيهاش او اتش؟ قال لك عشان هي بتتفاعل مع الحمض وتدي ملح وميه. مثلا لو قلنا اف اي او الحديد فلز، اكسيد الحديد ده يبقى كده اسمه اكسيد فلز. لما بنفعله مع حمض زي اتش سي ال، حمض الهيدروكلوريد، طبعا بيحصل تبادل مزدوج. الاف اي بياخد السي ال يدينا اف اي سي ال 2 عشان الحديد ثنائي، وبالتالي هضرب دي في 2 عشان يبقى عندي 2 سي ال، والاثنين هيدروجين هتاخدوا الاو وتدينا ميه. ايه ده؟ قال لي ده ملح. وايه ده؟ قال لي ده ميه. يبقى هي اتفاعلت مع الحمض وادتنا ملح وميه، يبقى اذا اكسيد الحديد هنا قاعده. ليه يا عم؟ عشان بيتفاعل مع الحمض ويدي ملح وميه. لو خدت مثلا اكسيد المغنيسيوم MgO وجبت له حمض زي حمض الكبريتيك، الاقي المغنيسيوم هياخد الكبريتات ويدينا MgSO4، والهيدروجين هياخد الاكسجين وهيدينا ميه. ايه ده؟ قال لي ده ملح، كبريتات المغنيسيوم. وايه ده؟ قال لي ميه، ملح وميه. يبقى الماده دي اتفاعلت مع حمض وادتنا ملح وميه، يبقى الماده دي قاعده. طب هيدروكسيد الفلز زي مين؟ قال لي زي هيدروكسيد الصوديوم، زي هيدروكسيد الكالسيوم، زي هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH2، هيدروكسيد اي فلز. هيدروكسيد الفلز يعني الفلز مرتبط بمجموعه او اتش. فلما اقول مثلا ان ايه او اتش واجيب لها حمض زي اتش سي ال، ال N A هياخد ال C L وهيدينا N A C L، وال H هتاخد ال O H وهتدينا ميه. هنا اتفاعلوا المركب ده مع الحمض وديتنا ملح وميه، يبقى المادة دي قاعدة. يبقى أي مادة هتتفاعل مع حمض وتدي ملح وميه هقول عليها قاعدة، سواء كانت المادة دي أكسيد أو هيدروكسيد. طب لو قلنا كربونات، لو خدت مثلا كربونات زي كربونات الصوديوم CO3 وهنا N A كربونات الصوديوم، وفعلها مثلا مع حمض زي حمض الكبريتيك H2SO4، قال لي عادي ال Na هتاخد الكبريتات وهتدينا NaSO4، بس عشان الكبريتات ثنائي والصوديوم حادي بنكتب هنا 2 Na2SO4، والهيدروجين هياخد مجموعة الكربونات ويدينا حمض اسمه حمض الكربونيك. حمض الكربونيك حمض ضعيف وغير ثابت، فبيتفكك إلى مية وثاني أكسيد الكربون، فتكون عندي هنا ملح اللي هو كبريتات الصوديوم ومية، يبقى إذن الكربونات دي مادة قاعدية. لو جبنا كربونات صوديوم، كربونات بوتاسيوم، كربونات كالسيوم، كربونات أي فلز وفعلناها مع حمض يدينا ملح ومية، طبعا هيختلف الملح باختلاف الحمض وباختلاف الفلز. البيكربونات يعني زي ان ايه ومعاها مجموعه بيكربونات اتش سي او 3 او اسمها كربونات هيدروجينيه، لما فاعلها مع حمض زي اتش سي ال هتدي اللي اديته الكربونات بالظبط، الاثنين ولاد عم اخوات يعني توا. ال ان ايه هياخد السي ال وهيدينا ان اي سي ال، ادي ملح. والاتش سي او 3 مجموعه اسمها بيكربونات مع الاتش هيدينا اتش 2 سي او 3، حمض غير ثابت هيتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون، فاديتنا هنا ملح واديتنا هنا ميه. عشان كده الماده دي رغم ان هي ما فيهاش او اتش، لكن هي اتفاعلت مع الحمض وادت ملح وميه، فالماده دي قاعده.
فأكسيد الفلزات وهيدروكسيد الفلزات وكربونات الفلزات وبيكربونات الفلزات، لو غيرت الفلز بس خليت الأكسجين زي ما هو والهيدروكسيد زي ما هو والكربونات زي ما هي والبيكربونات زي ما هي، أغير بس الفلز هتبقى برضو قواعد بس هتدينا أملاح مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله.